ايه يا عم ايه يا عم وقف شغل يا عم انت وهو ايه ده فلفلف في ايه اهو فمالك لازم تتابعي في ايه ان شاء الله مش عارف اشتغل عندي برزنتيشن لازم اسلمها بكره برزنتيشن ايه وانت مش فريلانسر ايوه طب يا عم وديها يوم تاني يعني ازاي بقول لحضرتك لازم تستقدم بكره الصبح انا جاي لي ناس النهارده بعدين يعني هو انت شغال في شركه فرقت ايه شركه ولا مش شركه ايوه يا عم بقدم في يوم تاني يعني لا لا كمل كمل محدش وقف شغل وقف شغل يا عم وكلام مع الباشا انت محدش بيعمل لك حساب احنا عملنا لك بنك ايجي بنك بيقدم لك فريلي لكل الفريلانسرز حلول متفصلة على طبيعة شغلهم